ماذا تعرف ساكنة عمالة المحمدية عن مجلس عمالتها؟ كيف تم تشكيل هذا المجلس بعد الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة؟ لماذا دائما تخلق دورات هذا المجلس الحدث بالمحمدية وتحدث اختلافا حادا في وجهات النظر وفي مقررات هذا المجلس؟ لماذا دورات المجلس الأخيرة غضبت منها المعارضة بشكل كبير، خاصة فيما يتعلق بنقطة إدراج اقتناء سيارات لرئيس المجلس محمد العطواني ولنوابه، وهي النقطة التي أفاضت الكأس، وكان الأجر تخصيص تلك الأموال لشراء سيارات نفعية لجماعات فقيرة بعمالة المحمدية؟ يقول مهدي مزواري: الرئيس ونوابه كيتخلصوا بموجب القانون من مجلس العمالة، وبالتالي اللي بغى يدير السياسة واللي بغى يجي يخدم المواطنين يجي متطوع، ما يجيش باش ياخذ سيارة وباش ياخذ امتيازات. وفي النقيض الآخر، أليس مجلس العمالة مجلسا منتخبا ويقرر وينفذ ما اتفق وما تم التصويت عليه من طرف أعضائه الحاضرين؟ وأيضا أليس من حق الرئيس ونوابه الاستفادة وتمتيعهم بسيارات؟ أسئلة وغيرها نطرحها عليكم مباشرة ضمن برنامج ملفات ساخنة على محمد يابريس من خلال ضيوفنا الكرام من قيادات حزبية بالمدينة وجمعويين. انتظرونا. انتخابات.